ازاي يا كريم؟ صباح الخير يا صفعيم. صباح الفل يا تتع. صباحك جدي باذن الله. الله يخليك. ودي كرتونتك يا تتع. كل جرنان في العنوان. تمام؟ تمام. تروح توزعهم في منطقة ايه؟ المهندسين. المهندسين ايوه. عارفها ولا لا؟ عارفها. انت هتعرفني على زبوني؟ مهندسين، مهندس، مهندس، عارفها. تمام يا تتع، وانا واثق فيك. فكر على الثقة العظيمة دي. ده المفتاح. مفتاح ايه؟ المهندسين. ده مفتاح المكنة يا حمار. تستاهلها والله يا تتع. ربنا يسترها معاك. طب فين بقى كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ حاضر يا تتع. اظرفني بقى. ادي كتاب الطبيخ اهو. حاسب لي الدلدع منك. يلا تتع. يا رب غلاسه في امك. نواب طيب قوي وعلى نياتي بيع جرايد وكل يوم ماتي. في ناس بتاكل كوكو وناس يا عيني بتكاكي. يا بني ادم 900 تليفون جايين لي من الصبح، كل الزبائن بتشتكي. منطقه المهندسين كلها ما راحتلهاش كهرباء. مهندسين. امسك. ايه دي؟ كرتونه الجرايد تسرح بيها على كعوب ام رجليك. حاضر. انت مش وش نعمه. وانت يعني اللي مكتوب على وثك التبعي؟ ام وثك شبه مطار القاهره صاله واحد. لا لا عم انا اللي علبته. حاضر يا باشا. اثبت منه اخينا الدور عند انا. ازاي يعني يا ريت يا ام احمد بتحمل ولا ايه؟ طب خلاص طلاق بقى علي ما وراك مع حد غيري. يا جدعان بقى خلصوا بقى تاخروا. اتعصب عليكم وعصبيتي مش كويسه. انت تخرس خالص وما تفتحش بقك. افتح بقي ليه ولا حاسس مصر ازاي؟ اخرس ما تهرباش. يا تحصل انا رسولك تحت العجل على الطلاق. طب استنى يا ريت ورنا تيرس ده. يا ريت اهرسوا. انت بتفتح ايدك على ريت وانا مسكر. انا هو كل يوم يا ست مسكر. اعمل لك ايه؟ انت اللي ظابط نفسك على الجردل. وبعدين ايه الريحه الوسخه دي؟ دي ميه طبيخ. طبيخ؟ انت ايه؟ طبخه رجلين جوزك النهارده؟
ازاي يا معلم تسيب صبايك ياخد العيش بتاعك؟ ينفع كده؟ ينفع. الغنم جعان. تاكل الغنم العيش بتاعي؟ يا تخلي عندك شويه رحمه دي ارواح. لو ارواح تبعي يعني اهم ارواح في المنطقه. طب لو سمحت يا معلم خليه يجيب عيش بدل الراح. مش هيحصل. يعني ايه يا عم يا فتوانه؟ اخلص يا جليل الرماية. انت بتضربني؟ اهري انا ضربت يا خالد. مين اللي ضربك يا؟ انا ضربت خلاص. انت ضربت في الحاره وتهزقنا يا خالد. ما حدش ياخد لنا حقنا في الحته دي. مين دلوقتي يا فتوانه المنطقه دي ضرب هذه باختي؟ هو المعلم حصل. وفيها ايه؟ الله وفيها ايه افضل ما يمد ايده عليك؟ فيها ايه اخوك الكبير وضربك؟ وبعدين احنا متعودين ان اخواتنا الكبار بيضربونا. والكبار هيفضلوا طول عمرهم كبار واحنا بنتضرب. يبقى نتضرب من غير غاغه بقى. ها؟ نتضرب بقى من سكاب بقى ومن غير غاغه. قلت لي عليا يا خالي. اخرس يا جاز لما هو بتطلع فوق تحت. انا بقولها لك. بقولها لك من غير خيسه. اسفين قوي يا معلم حصوه. واعلى ما في خيلك اركبه. انت وسخه ومدير غير بالدراع وراجل جلابيه قاعد على الكرسي وعامل لي فيها معلم. انت حبيبي وحشتيني. ايه فولا ما خلاص بقى. ولا طالع ولا نازل. وقفان انت زي لقمه في الحوض. تعالى جوه. طب انت تعبيط يا بس. يا بنت اهدي بقى. اهدي شويه بقى. اهدي. اي جوه ليه؟ هنا المطر هتنطر. تعالى اقول لك. تعالى جوه يا بنت. خش بس هقول لك. انت مجنونه. اه ده مش حب ده. هقول لك. اهدي اهدي. الله الله الله. ايه ده ايه ده؟ ايه الصوره دي؟ ده ابويا وامي. والله وده وانت صغيره ولا ايه؟ يا بنت بقك مستفز. انت كلك مستفز. انا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته. بلدي يا ولد. يا ولد انت مفيش مساله. دي دراسه طلوع الروح دي ولا ايه؟ يا بنت ابوك هيوديني في ده لسه متخانق معاه تحت. ابويا ظلمني يا تتا وحرمني من حلم حياتي اني اكون رقاصه. هو انت اللي هتنجدني يا تتا؟ ليه وانت هتنتحري؟ لا امال ايه؟ هتتجوزني وتشغلني رقاصه. رقاصه؟ هنكسب دهب يا تتا. ايه اللي هنكسب دهب؟ وهي دي فيها كلام ساعتك. طبعا هنكسب دهب. ده احنا مش بعيد نكسب الجمعيه التاسيسيه ونقبضها الاول كمان. غوري يلا اجري. يلا اجري غوري. بس حلو كده سر. انت بس لو تبطلي بس تتفرجي على افلام الفنانه ناديه جندي حياتك هتبقى مستقره. وانا عايزه استقر معاكي يا بنت. يا بنت يا بنت بتعيط. غوري بقى يا بنت. غوري بقى يا بنت. انا بالصالون يا بنت اللذينة. تعالى يا بنت. ايه بقى؟ بس مش عايزني تخطي. طب وحياة امي لو اوريك يا تتا. اخ حصل يا بنت. ضربني ياما ضربني بجد يا بنت. يبقى حبك يا منكوسة. يعني اطمن ياما. اجري يا بنت شوفي لنا محطة رقص كده نهيص شوية. توحشني قوي يا مستر. والله عدتكم هنشبع منها. احنا مش بنشبع منك يا بروف. هنستنى الميعاد اللي جاي على نار يا مستر. ان شاء الله. نار يا مستر. خلاص بقينا بنبض على راسنا. ازيك يا تتا؟ كويس. انت عامل ايه؟ بوم. ما طبعا لازم تبقى بوم. وايه اللي مقطع هدومك بالشكل ده؟ يا بس كنت بتفرج على فيلم الكرنك. جبت لي كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ مستنيه انت. صح؟ اهو. كيفية الحش و في الاثنين غاوي حاس. وانت ستر ربنا يهدي العاصم يا رب. بتنجان اسود برضو. اهياني سلامتك يا قلبي. هادي هادي. خلاص بقى هادي.
هو انا مش خلاص جبت لك حقك قدام الناس بقت بالحاره تحت الحاره الوسخه دي؟ وبعدين انا كنت كمان عمال اضربك برضك، عمال اميز لك كده عشان يبقى كله في المنص ويبقى انت كده خلاص فاهم الحكايه، مش هو ده المفروض اللي افهم ايه بقى؟ انت بتضربني بجد؟ ايه هز؟ اما اكلمك بص لي هنا، بص لي هنا لما اكلمك. ايه كبرت خلاص؟ زورك بقى وسع كده؟ هنجركزك بقت عريضه خلاص بلغت؟ كلام البطاطي، كلام البطاطي هذا عشان خاطر الريح تعدي، وكل هذا من اجل خوف عليك. خوف ايه؟ خوف ايه يا خالد؟ انا اصحابي قطعوه يا حسوه ده ولا حاجه. يا انت ما بتحسش؟ عمال اظهر لك في جسمي وعمال اقول لك يا هادي وبتاع، وانت برضه جبان ما بتحسش خالص. يعني يا خالي الواحد يسكت عن حقه ويسيب الظالم يبرطع؟ ألذ حاجه، ألذ حاجه ان انت تكون نايم واكل على قفاك و24 قراط وزي الفل. عايز ايه تاني؟ نايم متظبط نفسيا محطب وزي الفل. في ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ وبعدين هي كلها 60 70 سنه اللي هنعيشهم في الدنيا، اوعى تكون حاطط فكر في دماغك ان انت خلاص مخلد موجود كده على طول زي مصاصه دماء. يا هادي احنا هنضيف على الدنيا خلاص، ويا بخت منظره خف. والله يا خالي مش عارف اقول لك ايه. ايوه كده ارجع لاصلك ارد. تعالى خد موضه كده، تعالى خد مكانك يا وسخ، تعالى تعالى خلاص كده. ده احنا خلاص من الاخر خلاص خلاص. طيب انت هتتحرك بيا خلاص. خدك سجيل برضك، تعالى حاضر. ايوه حاضر، ايوه حاضر جاي حاضر. يا رب عدى 60 70 سنه دول على خير. ايوه ايوه حاضر جاي اهو، حاضر حاضر خلاص خلاص. انا جاي في الحته دي خلاص، انا جاي في اهو خلاص خلاص. اتفضلوا يا ست السمانه. خش يا بنت يا فولا ومعاك النقاش. ادخل يا استا فرشه. حاضر يا معلم. الله، هما فتحوا شارع جديد من شقتي ولا ايه؟ بصي بقى يا ماما، انا عايزه الركنه دي وصدقي مزخسه. حلوه. والصاله بقى يا ماما عايزاها بوبوق مزعر. ايه بوبوق مزعر دي؟ بوبوق مزعر بس ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح. والسقف بقى ياما ماله؟ عايزاك يا رميكا مسلح، اصل معلم قرني اكبر تاجر جديان اللي هيتجوز دي ما عجبتوش غير الشقه دي. قرني قبل ما يجوزك؟ اه. طب وانا هستفيد ايه لما تقعدوا معايا هنا في قلب السقه وتتجوزوا؟ هاخد روز زكس. اسمع بس بلاش لماضه، تعالى. ما هو ده كان كده بيتكلم في وضع كانت لغايه ما نجهز لها شقتها، وبعدين هسكت من عليك الست شهور المتاخرين. بجد؟ اه. لا وايه، وهسلمك الشقه مدهونه ومتروقه. لا وايه يا تتح، خد التقيله. ايه هتسخ فوسي؟ لا يا راجل. امال ايه؟ انت ليك عندي كيلو لحمه ضاني كل اسبوع عشان تبر بيهم نفسك. بجد بالمصحف؟ اه والله. لحمه ضاني ضاني؟ اه. خد امدي بقى امدي. لا طب اديني فرصه افكر، انا موافق. هات. اه. لحمه ضاني 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 تفتح عشان الدنيا تفتح. يلا تفتح خلصني. ضاني صح؟ ضاني انا عارف طعم الضاني. كمان هنا تفتح. تفتح. ايوه. اهو. خد الفضل. واحدة ليا. اه. وواحدة ليك. بس بعد ما اسجلهم في الشهر الوكاري. ها؟ يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعة كده؟ مين اللي بيقول كده؟ الحتة كلها تتكلم عليك بتقول ان انت اوسخ راجل وازمة الواحد في المنطقة. انت عمال تلوك معاه في ايه؟ خلصت ولا لسه؟ لا ما خلاص، الراجل موافق وكله مضى وموافق على الرحيل. ارحل يا تتح. ايوه ارحل انا، اذا كان علينا خلاص انا ممكن ارحل، بس يعني طب الواد الواد الغلبان المسكين اللي نايم ده على الترابيزه. بقول لك ايه ياما؟ ايه؟ ما تسيبوا له الاوضه اللي على السطح. والنبي ياما. حنيتي يا موكوسه. حسوه. اه. اديله الاوضه اللي فوق السطوح. الاوضه اللي ايه؟ انت بتقولي ايه يا وليا؟ ولولوا عليك ساعتين وسكتوا يا بعيد. حسوه. طيب. استخدمتها زيدة. ممكن تديك بالجزمه. هات المفتاح،
هذا مفتاح. ما انت خلاص عرفت ان انت مدرسايه. والمعلم راح والمعلم جه ويا دوب سلب وجلابيه طالعه ونازعه على السدني. حسوه ما تصحينا ابن القتيل ده. ايوه ما انت ما تصحوش ما تزعجوش الولد. الولد نومه خفيف. واسع يا عم واسع يا عم واسع يا عم. انت هتفزع الواد ايه؟ الواد لسه صغير ده. بص نايم عامل ازاي؟ هادي. قوم يا هادي قوم. هادي ايه خير وحيد؟ يلا يا حبيبي قوم. هادي انا صح يا ولد. هادي هادي ايه خالو؟ يلا قوم خاطر عشان خاطر احنا خلاص خدنا روح الجاردن اللي على السطح. تعالي هادي تعالي خش شوف. شايف شوف تحت تعرف وبمفتاح. في حد في العيله سار مفتاح قبل كده بميدالية؟ ابوك الله يرحمه كان معاه حدوة حصان في رقبته. ايه ده شفت يا هادي؟ اسرين راجل كان مزمزع عشان خاطر مش عايز يديني المفتاح. انما كده خلاص احنا خدنا. ايه ده يا واد ده؟ ده تلفزيون يا خالي. تلفزيون؟ ده تلفزيون؟ مبطط؟ تلفزيون مبطط؟ ايوه يا خالي. وموصل للدرجه دي؟ اه يا خبر اسود. اسمه ليد. ده حديث؟ ده حديث ده؟ ده اللي يدور بده يا خالي. اشتغل. الحق يا خالي ده التلاجة مليانة أكل. هات كل الطعام فورا جديلا. هادي هادي هادي. ايه؟ بص 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 الولية دي. هم الناس دول بجد وجداني ولا ده تصوير؟ انت عارف لو واحدة منهم دخلت في الشارع عندنا هنا هتخلاص بص تخرج فاقد الجنسية. طبعا. يا خبر اسود. ايه يعني في سبت؟ احنا هنعيش هنا على طول يا خالي؟ خلاص احنا هنا عبد الرافق. عارف عبد الرافق؟ قاعدين عبد الرافق بعيد عنك مسمار جحا ودقف قلب المكان خلاص. ال 7000 سنة حضاره بيقولوا لا. عباس الضو بيقولوا لا. هو الراجل ده ما نزلش للاستفتاء؟ خلاص حد يقوله خلاص خلاص بقت نعم خلاص. هما ال 60 70 سنه دول مش هيعدوا على فكره. طيب وقت ساعات طريق. اتفضل يا فنانين. حلاوتك انت يا جميل يا منشخلع. اتفضلوا يا رجاله اتفضلوا يا الف مرحب. جيتنا انس يا معلم. اه سمعوا سمعتكم انتوا روحتكم على الاخر. دول هيتجوزوا هنا برضو؟ يتجوزوا ايه يا هبل؟ ده انا جاي اقعدكوا قاعده كده. روح بس هات لي كوبايتين اجري. تتح تتح انت ده تتح. ايه يا هزي؟ اصحى تتح. اعوذ بالله ابليس ومهمه. انتوا معتصمين عندي هنا ولا ايه؟ خليك معايا هنا. ايه في ايه يا حاج عصر جاي ليه انت؟ بتعرف تطبل؟ اعرف اطبل؟ اه يعني انت حضرتك جاي تصحيني عشان خاطر تقول لي اعرف اطبل؟ اه لا اسمح لي بقى كده بقى يا معلم حصوة كده خلاص بقى يا عم حصوة. السجاري النازف بقى ورور هوبا بقى لعب ومتهور يا اخويا. رص رص حسابك معايا بعدين يا هادي. بصلحك حصوى. ايه التكاتك اللي جايبه ترقص دي؟ عندك روح هناك بالبنطلون خد اللي انت عايزه وسيب البنطلون تاني رجعه لي.
استنى عندك. ايه يا خالي؟ فيكس. خدت اللي انت عايزه؟ لا مش هصورهم، هبقى اقعد اكتبهم النهارده. استنى هنا عندك خلاص؟ خلاص كده هتمسك وهتقطعوه خلاص؟ انا مقصر معاك في حاجه؟ امسك انت منص وانا منص. خلاص خلاص. السلام عليكم. السلام يا حبيبي. السلام يا هازي. صحيح الخال خالد. خالد مين؟ اهلا يا حبايبي. وحشتنا قوي يا استاذ فكري والله. اسفين يا بروف ازعجناك بدري كده، لولا ان حضرتك قلت ان الميعاد ده مناسب احنا ما كناش جينا اصلا. ده انا كنت مستنيكوا تيجوا بدري عن كده. اتفضلوا خشوا حبيبتي. اهلي مرزاق يا كريم. الراجل قلبها يا عماره يعقوبيان. صباح الخير يا تفتح يا ابني. صباحك لبن يا عم فكري. اقول لك يا عم فكري، هو الناس اللي داخله وخارجه عندك دي، العيال الصغيره دي بتعمل ايه عندك؟ مين دول؟ دول شباب حلو. شباب حلو؟ سياحه وفنادق. ما طبعا لازم يبقوا سياحه، حلو يبقى لازم يبقى سياحه على طول. بيجوا عندي بذاكر لهم طبيخ واتيكيت. دروس في طبيخ؟ والاتيكيت؟ ده غير حصه امبارح بتاعت الحشو في المحشي؟ لا الحشو ده اول حصه. الحشو اول حصه داخل ناشف كده من الاول؟ طيب خلاص نهارك فاسخ ضبه. استنى عندك. ايه يا عز؟ ايه مش عندك ثلاثه جوه؟ ايه الكلام اللي انا سمعته عنك ده؟ كلام اللي سمعته عنه حاجه ايه اكتر من اللي انا بسمعه عنك؟ ايه خير؟ وصحيح انت اتنزلت عن شقتك للمعلم حسوه؟ اتنزلت ايه؟ دي السعاره. السعاره عشان خاطر بنته الموضوعه دي تتستر. استعاره ايه وخيابه ايه؟ ده انت ماضيله على التنازل يا بني ادم. تنازل؟ ده انا ماضيله على حذف ست شهور من الايجار القديم وكيلو لحمه اسبوعين هيديهولي. ده طلع لي هنا ورهولي. ايه اللي وريهولك ده؟ التنازل يا بني ادم، وكان عايز امضي جنبه شاهد. اه التنازل شاهد؟ اوعى تكون مضيت على حاجه يا عم فكري. لا انا ما امضيش على حاجه زي كده يا ابني. اه وبعدين دلوقتي انا خلاص كده اتفق كده خلاص. خلاص بقت في المنص راحت كده. اسمع تتح. ايوه يا عم فكري. بقول لك اسمع مش بص يا تتح. انت تنزل تاخد منه التنازل تقطعه وترميه في وشه. البني آدم مننا بيعيش حياته مرة واحدة بس، لا يعيش راجل لا يعيش طول عمره خروف. يا انت هتهجس قول الكلام ده لنفسك. جاي يا حبايبي. اديهم الرابعة. اه يا حصوة الكلب. انا هفرغك نفسك. ما معكيش ما تاكليش اتكلي. لو سمحت سيب المعلم. ينفع كده يا معلم؟ ابعت الواد يشتري كل لحم بتلو افتحها عليها كلها شغط وده. اتكل على الله وريني عرض كتفك، ما عندناش ترجيع. انا هتيل حق النهارده. هتيل؟ شو بيت وبيتك يا اخويا. رعدوه في التلاجة على مفضله. انت عايز حاجه؟ لا ابدا، اصلي في واحد ابن حرام قال لي ان انت كنت عايزني. الهدوء يا سيد المعلمين. بقول لك ايه يا تتح؟ امر يا عم الناس. جالي تعرفيش كلام كده انهم ناويين يخلوني امام المسجد. امام مسجد؟ اه. ليه انت اكتشفت دين جديد ولا حاجه حضرتك؟ اه. بعد فل يا عكسه. لا بص وحياة امك ما تعملش حاجه وانا هتكذب. حبيبي صبح بقى. خبز مش هيقدر يعمل اي حاجه. خد ياض انت. انا تعالى عمر سعادتك. انت مسجل ياض؟ لا حضرتك بص انا خلقة ربنا طبيعي. انا مرشد حضرتك بس محدش يعرف. خدش
هتخش جوه في الحاره هتلاقي كل انواع الرذيله موجوده في المكان جوه، هتلاقي اوسخ من وساخ، اوسخ حاره على مستوى الخريطه بتاعت مصر موجوده هنا. وعندك واحد جزار واخد بالك انت برضك لسه واخد دلوقتي حالا واحد راجل زبون وحاطه في قلب الثلاجه وهيبيعه ويبيعه ورشاله التسعيره ب 90 جنيه في الحته الحساسه. ايه الحته الحساسه دي؟ اه الحته الحساسه في نص البطيخه. وعندك الست اللي جايه اللي شبه عنتره بن الشداد دي بتبيع مانجو في الكيس البلاستيك بتاع الخضار حضرتك. امسكوها ارموها في البوكس. فين بقى بيت المعلم حصو؟ بيت المعلم حصو حضرتك سيادتك دعاره بقى معاك. وانت مال اهلك ما ترد على طول؟ بص يا بنت الكلب وليته البلد. فين بيت المعلم حصو؟ وساخ وماله البلد دول حضرتك؟ رابع عماره على ايدك الشمال. طب خلاص غور. يا ربي ربنا يكرمك ويجعلك بكل خطوه ناس وسخه. الزعم في خدمه السلطه. طب بوسع يا سلام. لما كان نفسي ادخلك يا جامعه الزنجريه بس هنعمل ايه بقى؟ الحذر والنصيب. انا ماني دلوقتي متخرج ومعايا الشهاده الكبيره وبقيت اكبر عاطل فيك يا مصر. بطول اخبار رابع رابع أهرام. عدس أهرام أخبار جمهورية. يقرا البيثة يقرا البيثة. قول لحضرتك إيه؟ هو أنا ينفع أخش جوه الجامعة وأبيع جرايد؟ طبعا ينفع. أنت مواطن مصري. آه ليك حق في البلد دي، ليك في الجامعة، في النيل، في الهرم، في المترو. عشان كده لازم يبقى في بيننا تداول للسلطة بشكل متوازن. انت فاهم؟ لازم نقف مع بعض عشان نعرف نواجه. من حق كل مواطن في البلد دي ان هو يتعايش كيفما شاء، اينما شاء، وقتما شاء. هو حضرتك جابت انقاذ ولا ناديمون؟ شايفينكم. شايفينكم. شايفيننا؟ مين؟ احنا. اه انتوا بتكونوا عصابه جديده اسمها شايفينكم. تنظيم. تنظيم سري؟ لا لا لا، تنظيم علني. علني. طب طالما الفضائح كده بص بقى، لو محتاج ملاتوف او قنابل ثمينه للدموع انا تحت امرك. شوف انت اللي انت عايزه ايه. مش احنا. مش احنا دي جابت المعارضه. خلاص قعد مش احنا مع تايفينكو واطلعوا بحل على الخضر الثعب يقعد مرتاح. اشوفك في الميدان في جحيم الله. كنت علي هنا انت خدتني في طلبات كده. انا عايز اخش الجامعه ازاي؟ انت في الجامعه فعلا؟ ايه ده؟ معقول انا في جامعه السنجريه؟ كويس خالص، يبقى كده اتفقنا ان في مجموعه عناصر اساسيه بيحتاج اليها الانسان حتى يشعر بالانتماء ويحس فعلا انه عايش جوه بلده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن ندردش دلوقتي مع بعض واسمع وجهه نظر كل واحد منكم ايه هي العوامل اللي محتاج اليها الانسان حتى يشعر بالمواطنه. اتفضل. الحريه يا دكتور. جميل، الحريه. مين تاني؟ اتفضل. من حق كل مواطن انه يمارس حقه الانتخابي بالديمقراطيه برضه يا دكتور. كويس جدا. اتفضلي. الانفتاح يا دكتور، لابد من الانفتاح على كل الحضارات وبدون قيود. تبادل ثقافات، كويس. المندهش اللي قاعد جنبك ده ممكن تقول لنا وجهه نظرك؟ انت. انا ساعتك؟ ايوه انت. زملائك بيقولوا ان الانسان العادي اللي عايش في بيئه فقيره وفي حي شعبي محتاج لعدة عوامل علشان يشعر بالانتماء داخل وطنه. في اللي قال الحرية والديمقراطية والانفتاح على ثقافات العالم الآخر. المواطن محتاج لإيه حتى يشعر بالأمان والانتماء لوطنه؟ أنابيب. سيبوه يقول وجهة نظره، اتفضل. إحنا قلنا أنابيب؟ أنابيب. أنابيب وبنزين وسولار وعيس والدائري بالليل. أنت بتهرج؟ أنا مهرجت والله. ده بيثبتوهم، ده بيثبتوهم رسمي على الدائري بالليل، ينزلوهم التاكسيات ويروح حاطط لك السنجة وأنت قاعد دلوقتي. أنت طالب أنت؟ إديني كارنيه. كلمك مين يا عم؟ ده أنا على باب الله بتاع جرايد. هي حصلت؟ باع جائلين جوه مدرجي؟ مدرجي أنت هيعمل لي فيها صاحب ملك يقول مدرجي. امشي اطلع بره. بقول لك إيه يا سيادة تقول لي بلاد ياما. يا نهار أسود. يا راجل أنا كلام فاضي، أنت هتقول لي أخبار أهرام جمهورية. اقرا البيثة البيثة. أبقى لما منكم بره بقى خلاص. يا سعادة البرنس خليك كده حلو كده، انت الدنيا كلها سهلة كده. أنا جاي أسترزق في قلب الجامعة هنا بدل ما اتنطط بره فيه مظاهرات.
عايز تنصف معايا قول لي ادفع لك ارضيه، انما تقعد تهزقني كده وسط الصنايعيه. يا دي انت سمعت قبل كده ان في حد دخل الجامعه بيبيع جرايد؟ حضرتك دلوقتي من حق كل مواطن ان يتوافق حيثما شاء. بعدين دلوقتي حضرتك الحكم بقى متوازي وبلدنا بقى في انفتاح واحنا بقينا مفتوحين. تمام يا فندم. بتوع خلال السبتيه اهو. خلاص حضرتك لازم ما في ظلم واقع على خلاص. كل دول تشيل بطايقهم على جنب وترميهم في الحجز لحد ما افضلهم وخد ده معاهم. مين ده حضرتك؟ يلا حضرتك يلا حبيبي يلا. اما نشوف اخرتها ايه؟ خش يا غلباوي. ما حدش يمد ايده. خش يا غلباوي. مش عايزين نبطل على حد. عم زكري انت ايه اللي جابك هنا يا عم زكري؟ تفتح. مش معقول، انا مش مصدق عينيا. شفت انا قلت لك انا بلاش العيال اللي داخله وخارجه وطالعه عندك دي. شفت ادي اخره الحشو في المحشي. امشيك مع كام واحد من الغلمان؟ اسمعني كويس وما تفهمش غلط. انا اسمي الحقيقي سلطان الدهشوري. يعني انت مش عم فكري؟ ده انت شكله خالص. انا كنت من احسن شيفات في مصر، اشتغلت مع امراء وملوك ورؤساء، كنت باخد منهم هدايا ابيعها واجيب بيها ذهب. ضربت في البورصه قعدت سنين وربحت من البورصه اكتر من 7 مليون جنيه. ورماني حظ في الشغل على راجل كبير قوي. الراجل ده تتح بسلطته حط ايده على اراضي عينك ما تجيبش اخرها، وكان بيكتبها باسمي ويكتب عليا ورق ضد عشان يقدر يستردها وقت ما هو عاوز. وعلى حس الارض دي على حس الارض دي خد قرض من البنك باسمي. خد قرض؟ قرض. وهرب على بره، واول ما وصل هناك مات. مات؟ خلاص كده خلصت الحدوته؟ لسه. امال ايه؟ لبست انا. لبست؟ لبست القضيه. علشان كده جيت المنطقه عندكم هنا علشان الدايره فيها. في حد يبقى معاه 7 مليون جنيه ويستخبى في المنطقه وسخه زي دي؟ اعمل ايه؟ ما انا ما كنتش اقدر افتح عيني في وشه. طب هسالك سؤال، فين الفلوس؟ اكتمنص. الفلوس والورق عند بنت اخو الراجل. دي بقى خدت الفلوس وكتمنص والورق ويا. فلوس ايه اللي هتبص لها اميره؟ ده انا مربيها على ايدي، دي عامله لي توكيل عام. هي عندها معرض عربيات؟ هتموتني باسئلتك دي. عامله لي توكيل عام، يعني اتصرف في اي حاجه تخصها باسمي. لكنها فجاه اختفت. اختفت؟ ليه؟ في حد عزم عليها ولا حاجه؟ خد ده مفتاح شقتي. ايوه تتعجلي بالليل ولا ايه حضرتك؟ خد كمان امسك دول قرشين مشي نفسك بيهم. متقلقش ان شاء الله باذن الله هتلاقي الورق ده زلين براسك. يا رب يا ابني. اطمن وحط في بطنك مانجي عويسي، انا هقوم لك اكبر محاسب موجود في البلد وباذن الله اعدام واستئناف في نفس التوقيت الصيفي. اما ربنا يفرجها عليا من الضيقه دي هدي لك 2. 2 ايه؟ خدها خدها. انا هديك 2 مليون جنيه من 7. كل اللي قدرت اوصله الميل بتاعها. ايه الجمله دي يا عم فكري؟ يلا يا عم صاوب يلا يا حبيبي. هو الراجل اللي بتاعت منه بتاعته وانت هفوق يلا يا حبيبي. يلا عايز اعرف اللغز ايه؟ الرين الرين ايه؟ يلا
والله حلوة شايت عم الفكرة دي يا خير. ودي ايه دي؟ ده اسم الكمبيوتر يا خالي. ما رضيتش عليا يعني، بقولك ده ايه اصلا؟ ده اسمه كمبيوتر. هو اسمه كمبيوتر. اشتغل دلوقتي هتشوف. طلع عم فكري انت بس، انت ايه اللي خليك بس ساكت لحد دلوقتي لما خلاص رجليك جت في المنص؟ تصدق عنده وصلت نت يا خالي؟ بعدين ايه الحيل دي؟ يعني اصعب يعني، هل قصده يعني هو يقول لك ايه الليل وعنده مثلا قرد عايز يوصى عليه؟ ده عنده كمان اكونت على السكايب يا خالي. بقول لك يا خالي، عم فكري ده شكله حكايه. يا سلام. للاسف يا خالي ما عندوش غير كونتاكت واحد، بنت اسمها، استنى هطلبها. الله ايه يا عز؟ ايه يا خالي؟ خلاص عمال كتير انت مش شايفني انا سرحان في القضيه بتاعت عم سلطان؟ طب اعمل ايه في ساعتك انا؟ انت ما بتخسرش خالص يا هادي، عملت لي صباع نفسي. حقك انا يا ناس، انا هروح اذاكر مع اصحابي وريحك مني. ريحني مني وانت خلاص قاعد في بطني، هتريحني منك؟ وشكرا على فلوس الكتب. العافيه وسخ. يا سلام، انك عندها تونتك. دي مفكونة ولا ايه؟ انت انا بص لي هنا، قرب هنا، تعالى اهو. لا يا ساتر يا رب، ابعد وشك بليز. انا أميرة. انت مين؟ انا ستح. يوه، واضح ان عندك عيب في النطق وهتضيع لي وقتي في التقطقه. لا خلاص، لا اصلا عايز اقول لك ان انا مفيش وقت للرغي. عم سلطان فين؟ عم سلطان في الجحيم. يوه، يبقى ما قداميش حل غيرك. بص بقى، اللي هقوله لك ده تقوله لعم سلطان بالحرف، وهو عارف هيعمل ايه. بس انت دخلتي هنا ازاي؟ ده الخط ده عندي ولا عندك؟ دول وصلوا. وصلوا مين؟ انت كسبتي بس ده عندك، سجله ودي لعم سلطان. انت كسبتي. طيب قول له ان الورق والامانه في الامان. اوكي، مع ايمان. انت مالك؟ قول له كده. خلاص هقوله. خلاص 012 01 012 01 7 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
شايف الخلقة دي؟ ايوه شايفها شايفها. ممكن تدور وشك؟ ايوه دور وشك ناحية تانية. ممكن تبص لي؟ قرب لي شوية. ايوه حلو. حفظت وشه؟ صم. الصور دي اللي هتستلمها امتى؟ انت بقى الهيرو بتاعها. انا هنجيبك وانا هنلاقك وهنفخك. كابيتو؟ هي وصلت لكازاكيتو؟ هي وصلت لكازاكيتو؟ انت فين يا خالي؟ انت فين يا خالي؟ يا هادي تعال انا هنا يا هادي. ايه ده يا خالي؟ انا هنا في الحظيره. قاعد بتعمل ايه هنا؟ تعال خش. اخش فين بس؟ اطلع انت. خش يا هادي تعال ادخل يا هادي. انا بتسالك بره. ادخل جوه يا رب. انا خلاص خلاص طلعت يا هادي. طلعت خلاص. يا خسارتك يا تتع. ده انا اللي ما كانش في حد يقدر يثبت ان انا حي. ده كان فاضل لي يومين وصورتي تختفي من مراية دراكورة. طب اهدى بس يا خالي. مش يمكن يا خالي اللي انت حكيته لي في التليفون ده اشتغاله من واحد بيستظرف؟ بقول لك البنت كلمتني في السياسه في التلفزيون مبطط وقالت لي على اسم عم فكري الحقيقي سلطان الدهسوري. وبعدين الراجل قال لي ايه؟ فاخنج كازاكيتو وحاجه ثانيه مكتوب بقول لك عليها. قول. قال لي هنفخك. خالك هيتنفخ يا هادي. طب روق يا خالي روق. انا خايف يا هادي قوي. بص يا خالي ده جوجل ايرث. ايه جوجل ايرث ده؟ انت بتكلمني على اساس ان انا مهندس اسانسيرات. انا كل اللي اعرفه انكر كليك. حلو قوي. هننكر كليك. دي مصر من فوق. عظيمة يا مصر. انكر بقى كليك يا خالي. ودي مصر من تحت. إن لله وإن إليه راجعون. اللي أنا عايز أقوله إيه يا خالي؟ إن الدنيا اتطورت. اتنورت. والتكنولوجيا بقت سهلة. والناس دي معاها الصورة بتاعتك. معاها الصورة؟ معاها الصورة خلاص. يبقى مفيش فايدة من الهرب. مش هيدا من الهرم؟ من الهرب. انت عارف ايه الحل اللي قدامنا بس؟ ان احنا هنوصل للفلوس والورق قبل ما الناس دي توصل لك. صح.
حاسه ده صح. فهمت ولا بتهاودني؟ لا والله مظبوط. انا اصريت ان انت تكون متعلم. ابوك كان عايز يطلعك فران. فران؟ او المصحف كان عايز يطلعك فران. انا رحت واقف له بالمحترم قلت له عايز بس فكت. طب هاتي خالي النمره. نمره مين؟ نمره ايه ايه اميره يا خالي اللي اديتك النمره دلوقتي. اه امينه. اميره امينه اميره, أميرة. اصبر وما اصبرك. اتفضل. 01 كده يا خالي. النمره دي ناقصه بس. يبقى هي ساعه لما دخلوا عليها وسحلوها بقى وقعدوا يضربوا فيها وقعدت تصرخ هي وهي ما استطاعتش ان هي تديني بقيه الحاجات. يبقى الرقم اللي ناقص ده في اخر النمره. اه انت عارف ده معناه ايه؟ اه ان احنا ما قدمناش غير نظريه الاحتمالات. ايه اللازمه دي؟ الرقم اللي ناقص ده هيخلينا نطلب 10 نمر مختلفين وفي كل رقم هنجرب مره. يعني هنقعد نجرب من 0 ل 9 في اخر النمره لحد ما نلاقي النمره اللي احنا عايزينها. ايه هذه كلام الكفار ده؟ ايه كلامكم؟ استغفر ربنا يا اخي. ايه يا هادي؟ الله في علم بس في ايمان. انت فاهم انا بقول ايه؟ وهو كذلك. تقول بحاجه ثانيه يا فندم؟ لا لا هروح انت. يلا حبيبي يا شيف عشان تفطر. انا جايزك تفطر معانا. تهبل البيت دي خساره فيها اللقمه. لغ انت. لو سمحت حضرتك. نعم. هو حضرتك تلاجة الميتين؟ تلاجة ايه يا جدعان؟ طب هو فين عم فكري؟ معرفش حد من اسمه. وحدو فكري؟ عم فكري؟ بتطبخوا العيانين ولا ايه يا حضرتك؟ فكري فكري الف سلام عليك. انا رحت لك الاسم قالوا لي ان انت نقلت على المستشفى هنا. ايه اللي حصل لك يا عم فكري؟ تفتح اصيل يا تفتح. لو ايه راجل لو كان عندي ابن ما كانش عمل معايا اللي انت عملته ده. تقولش كده يا عم فكري. اهدى بس كده. تقولش كده خالص. ايه ده؟ خاطر المتنفس الاصطناعي. خاطر في تنفس الوقت. خلاص ايه خالص. مثلا طلعت لي اميره في قناه النت واديت رقم تليفون بص بس هو ناقص رقم. ايه بقى الرقم ده؟ لان هو بادي 01. ها زير اجيب لك الف والمكسرات. فكري الله اكبر يا ناس. اشغل لك ايه؟ طيب عم فكري النمره كام؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ النمره كام؟ والبتاع ده بيعمل ايه؟ تقرير رسمي ماضي عليه اكبر دكتور عصبيه ونفسيه وبيقول ان الاستاذه اميره غير مسؤوله عن تصرفاتها. يا ابن الايه يا شريف؟ برافو عليك. عرفت تجيب التقرير ده ازاي؟ بدفتر شيكات طبعا. دفتر الشيكات اللي هانم عايزاه يكون بدون رصيد. مين اللي قال كده؟ يا شريف انا عمري ما فكرت ولا هفكر اذيبه. انك ما تقدريش. عارفه ليه؟ لان بالتقرير اللي معايا دوت من بكره الصبح هتشرف في مستشفى المجانين. يا مجنونه. حرام عليك يا شريف. هو في ولاد عم يعملوا ببنت عمهم اللي انت بتعمله فيا ده؟ وفي بنت عم تخطط عشان تسلم ورث ابونا لخدامنا سلطان؟ قال ايه؟ عشان تراجع الحق لاصحابه. احنا اصحاب الحق ده؟ احنا بشوات وهنفضل طول عمرنا بشوات. انا بحذرك يا اميره. ما تمتحنيش صبر كتير. اخر مره بقولها لك الورقه فين؟ بدل الوش الحلو ده. يا ويلي ميت
الفرصه بتيجي مره واحده بس في الاسبوع، الفرصه بتيجي واحده بس في الاسبوع. ما قلت لك يا خان هي نظريه الاحتمالات. يا عم بلا حمالات بلا لبسه يا هادي، هي ناقصه اعرف على الصبح. والله لازم نجربها يا راجل، بلا فسخ بقى خلاص. وبعد كده استحمل يا خالي، دول 2 مليون جنيه. تصدق معاك حق، 2 مليون جنيه برضك يعني الواحد لو حولهم يعملوا 67 دولار. هتفرق برضه حياه البني ادم. انت بس لو تفوق يا عم فكري، انما خلاص عم فكري معلق له الحاجات، مات شكله كده مات تنيكي. كلينيكي؟ هو مات ايه؟ بيسموه مات ايه؟ اسمها مات كلينيكيا. كلينيكيا؟ مات كلينيكيا. طب ممكن تديني تليفونك اجرب بس مره؟ حاضر. ايه ده يا خالد؟ يا عم امسك بقى انت وحد ضامن نفسه. يلا بقى هات النمره معاك. نمره ايه؟ النمره اللي تهلك البيت. خلاص ايه. قول بقى. اكتب اسمي. قول. والله انت عارف يا هادي لو الموضوع ده حصل قسما بالله انا ما اتنازل ان انا اجيب لك طقم سليبات جديد. يا رب يحصل بس ان شاء الله. ركرة جيبوا لك ركرة يموت. اكتب يا سيدي. 01 01 01 01 تاني. لا ده انا بقول لك 01 باكد عليك ان يكون حد بلغك حاجه غلط. لا يا خالي انا طلعت انا كتبت 01. خلاص 01 ايوه. لا 01 ادي يا هادي. هات يا خالي ادي. افتح السيكر، افتح السيكر عشان خاطر نسمع. الو الو انت فين يا سيدني؟ انا بتكلم بخصوص الورق. يا سيدي عينيا حاضر، بس قول لي عنوانك فين؟ وست وبس. ست وبس. بوتابيب سم وسكر والعتاد ستو. يا سلام هدوء وراحة بال. ولا لون الزرع، لون الزرع الاصفر الجميل اللي يرد الروح. لا عدم سيارات بقى ولا مظاهرات ولا كلاكسات بتاعت ميكروباصات. حلاوي سلسله. لو سمحت ما تقولش عليه حمار. خلاص خلاص ولا بتخلص؟ راجل انت ما حدش مالي عليك ولا ايه؟ ايوه حمار، ما انت فاكر نفسك راجل ايه؟ همر. ايه ده؟ انا زفت الوش ده فين قبل كده؟ دي الفنانه بوسي. بوسي؟ بوسي. اول مره ده هي بوسي. يا خبر اسود، ده انا معجب بيكي خالص. وحاطط ايده على حاطط ايده فين؟ مش عارف. حاطط ايده. قولي بس مش عارف. ده الجمهور اصلا عايز يعرف اللغز ده حاطط ايده فين. ده تحكي في المحكي. والنبي صوره، والنبي صوره. إيه؟ صوره وحتى صوره. ايه يا عم عدينا عندنا شغل حرام عليك. انا في ملك مثل المفروض تبقى فنانه متواضعه متوازيه. صوره وقولي لذيذ عشان خاطر تبان الضحك. لذيذ ايه بس؟ قولي كده لذيذ. لذيذ. ايوه. ايه يا جدعان؟ ايه؟ الله في ايه؟ بقولك ايه؟ بص معجب ونصح. معجب؟ معجب. انا عضيتك من زفتك. شفتي؟ ما عضيتكيش من زفتك. خلاص. بقولك ايه؟ يلا نطلع ودوس حماره ده. جايبالي لباني يسوق السيارة. أعوذ بالله. يا خسارة يا فن. خلاص خلاص الفن باظ. يا عم ارحم سبابي بقى. خلاص انت واخدني من صباحية الصبح لحد بالليل وما بتنطقش حرف. اسألك ما بتتكلمش. انت موجود ولا مش موجود؟ ولا انا بحلم؟ بتكلم وانت ما بتردش. انا مش عارف انت موجود ولا مش موجود. سايفني بقى مش سايفني؟ ده بلاغ ببلغهولك. انصرف انصرف، روح لحالك بقى بجد. سنانك دي خلتني يا راجل. بوسك زي الربوت الغفير ده. مساء الخير يا ساتره. مساء النور. ما تعرفي بيت الحاج هلال فين؟ تاني بيت على ايدك اليمين اليمه دي. يمه الفرح. يمه الفرح؟ ايوه. طب وانت ليه يا حبيبتي بتلعبيش معاهم السغمايه؟ انا مش عاوز العب. ليه؟ ماني هتجوز. يا حبيبتي ما انت لازم تتجوزي. ما اي بنوته ترنطوطه مسيره تكبر وتبقى كبيره عروسه طويله قبل كده وتتجوز وتخلف صبيان وتبات ونبات وكده. بس انت لسه ترنطوطه. انت اسمك ايه؟ اني
حظي. انت من مصر مش كده؟ عرفت ازاي؟ يا ما شاء الله ما شاء الله، سطوره خالص انت يا عمو. قلت لي البيت فين بتاع مهلال؟ ايه ما قلناه، تاني بيت على ايدك اليمين يمة الفارق. الله، مساء الخير. مساء النور. من ده بيت الحاج هلال؟ هو ده بيت الحاج هلال. طب لو كنت عاوزه في الصفار. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. حاج هلال. ايوه. يا الف اهلا وسهلا، يا الف اهلا وسهلا. يا 7 مليون مرحبا. 7 مليون مرحبا؟ يبقى انت خلاص بقى، انت اللي عليك العين والنني. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انت نورت. الشربات يا اولاد، الشربات. اتفضل اقعد. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج هلال. بقى هلا هلا على الجد. ايوه. والجد هلا هلا عليه. مظبوط. خلاص خلاص. بقى الامانه اللي شايلها للحج اديلها سنه، واني الاوان انه ياخدها. ونعم كلام. تاني هان ان فضلت محافظ عليه، ومن حقي ان اخد التمن اللي يريحني. واديك شايف العيشه واللي احنا عايشينها. وانا عندي كلامك يا عم هلال، انت تؤمر. تعالى بقى عاجل واديني حقي وخد حقك. يا سلام على الامانه والنزاهه والطرف. فعلا صدق اللي قال الفلاح صديق الانسان. انما انتوا عندكم فرح هنا يا عم هلال؟ ايوه، ما هو الفرح ده معمول علشانك. يا خبر، عزاني؟ ده لازم اعمل معاك الصح بقى. يا فول مدمر، انا نفسي اغمد جعان حمود. سكلك يا هارتي فاعمررتي، والنعمه ده انت تفاح وموت. السلك لمس يا فول مدمر، انا نفسي اغمد جعان حمود. سكلك يا هارتي فاعمررتي، والنعمه ده انت قفص لمون. كمان فيك
داخل ظهر لعبلك حظر تجول وافصل لي كلمة حول اعملك حظر تجاول وافصل لي كلمة حاول واقول لي اسقط نظامك واضربك بالعالم اوعي يا اما خفت تحت الدوز تمام على الفحده تنزل تحت توطي تطور يا بنت تهدي ما انت تعدي انا جن مصور تمام على الفحده تنزل تحت توطي تطور يا بنت تهدي ما انت تعدي انا جن مصور اضرب واكسر يا عم اصر اضرب واكسر يا عم اصر في النار ببايت ولا قلبي ميت ضربه بايت البيضة الله في ايه يا سيدي انا متفاهم خالص في ايه يعني كله مضغطط وعمال يرقص ويهيص وانت خلاص عايد وزك خالص انت ايه مدي وزك اجر النهارده انت مستعبط ولا ايه انت زيك زي ايه تاجر اعراض السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله لا استنى بقى يعني ايه تاجر اعراض دي لما واحد يتوسط في بيت بنت عندها 13 سنة لعجوز عنده 80 سنة ما هتعيش معاها قد ايه؟ 6 اشهر؟ سنة بكتيره وبعدها يرميها بعيلها ويدور يشتري غيرها عايزنا نسميك ايه؟ مش تاجر اعراض برضه ولا مصلح اجتماعي؟ انا عجبي على بنت رسمه على الهدوم ألف مبروك يا سهلال الله يبارك فيك ها توكيلات جاهزة؟ التوكيلات جاهزة طبعاً كله قبض؟ وكله قبض ما هي دي الأمانة اللي زمانها معتبر يا حاج هلال فهمت أنا خلاص كده يبقى نتكل على الله نبتدي نتكل على الله لحظة واحدة يا حضرة المأذون أنا بمسي على أحلى تجار التجار الكبار اللي مصرفيننا التجار اللي بيتاجروا في أحلى بضاعة البنات الأوذي ضناهم إيه اللي حصل؟ تجوزوا ضناكم اللي سهرت عليهم الليالي وبناتكم اللي كنتوا عايزين خلاص تقولوا يا رب تبقى دكتورة يا رب تبقى مهندسة ديكور والبنت تكبر وتبقى ما شاء الله عندها 10 13 سنة وهم مجوزين على طول هوب تصدير واستيراد ومش مهم العريس شكله ايه انما المهم الكتمنص يبقى عالي طالما الكتمنص عالي خلاص هو بالنسبه له مش فارقه كعريس لان هو معذور راجل هيفرغ طاقات ويروح رميها بقى في قلب الجبل راجل ضميركم تاني هقولها كلمه واحده بس ورزقي على الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله انتوا ناس وسخه أسعد إيه يا شريف؟ شايف أسعد؟ إيه المكان اللي ورا ده؟ فين كده؟ ده قصر عابدين بتاع الملك فاروق قصر عابدين حلو حلو أوي شو اللي بيسموه؟
دي انت هتهد البيت علينا واحنا قاعدين. ازيك يا خالي؟ ازيك يا زفت؟ زفت؟ انت كنت فين لغايه الصبح دلوقتي؟ كنت بذاكر مع اصحابي، ما انا قلت لك. انت عملت ايه النهارده؟ الله يهزي، انا مش عايز اقول لك، انا بصراحه المكالمه بتاعت الجاز غلط خالص خالص، ورحت وقعت في ناس ما يعلم بيهم الا المولى عز وجل. انما انت مالك يا هازي؟ مش عادي كده، ايه اللي حصل؟ اصل اصحابي اتفقوا ياخدوا مجموعه كده و... مجموعه ايه؟ انفلونزا؟ لا يا خالي، مجموعه تقويه. تقويه هيلعبوا حديد؟ لو هيلعبوا حديد ترابيس وعظم ومجارس وبزاز وكده؟ حديد ايه يا خالي؟ امال ايه؟ مجموعه تقويه دراسه زي الدرس كده. اه درس كده، مجموعه طلبه ودرس. هي غاليه شويه بس مش مهم. الكلام اللي بسمعه منك ده انا قصرت معاك في حاجه؟ انا مش عايز اتقل عليك. لا يا حبيبي، اتقل عليا ليه؟ انت على طول اطلب، بس قبل ما تطلب ادعي. انا كل ما افتكر ان لسه في جامعه ومش عارف انت هتجيب مصاريفها منين، اقول كفايه على الثانويه. لا يا سيادي، انت لازم تعرف ان انت هتكلم علامك، يعني هتكلم علامك. خلاص خلاص، وهتكلم علامك في احسن جامعات فيك يا مصر، جامعه السنجريه، وهتتخرج فران. فران برضه؟ فران متعلم متحدث. خد يا سيدي، هتاخد المجموعه 5 جنيه. حلو كويس. 5 جنيه يا خالي، نتكلم بجد. اه بابا، 5 جنيه صحيح؟ ده انت يا دوب بس ال 5 جنيه دي تروح مسلم بيها على المدرس. خد يا هادي، امسك يا حبيبي. ربنا يخليك ليا يا خالي. خلاص يا سيدي، خلاص خلاص كده، خلاص راحت المشكله خلاص. ايوه، لما تنزل لحضرتك بخصوص الورق. اه الورق. طب العلواء اه خلاص عرفته، خلاص خلاص انا جاي في الطريق. ادينا جينا يا سيدي عند قصر عابدين، ورينا اتدخلنا ازاي. خلي رجاله تفتش المنطقه ديت حته حته، وطلع لي الواد ده بسرعه. اتفضل يا دقيقه واحده بس والاستاذ جاي. انت بتصدق نفسك؟ ده انت ذكي بقى عن فكري. سايل الورق وعينه عند الاستاذ سمير غانم نجم الكوميديان عشان ما حدش يسك. هي دي الدماغ. اهلا اهلا استاذ سمير. اهلا استاذ سمير. اهلا اهلا. كفايه بوس، انا معجب بيك خالص والله، خالص معجب بيك. والنبي صوره صوره بقى صوره، انا بحبك قوي خالص. لازم البوس. بص الصوره كده، بص عشان ممكن تقلع النضاره عشان خاطر الناس تعرف انا مين. لا ما هو انا لو قلعت النضاره مش هيعرفوني، انا معروف بالنضاره. بقى عادي، في النضاره هيعرفوك. ان انت الاستاذ سمير حبيبي، ده انا بحبك خالص. والمصحف مش البوس اهو نب. ولازم تضطر. يا سلام، دي بص دي بص دي انت عارف دي بقى، خد دي يا استاذ سمير. والمصحف الشريف هعملها وجع على البيت عندنا، مش وجع على التليفون كمان. ده انا معجب بحاجات كتير وبتاع، ونبي خدنا نمثل معاك. وفرصوتة اخرج انتيكا، اتعلم سينما في امريكا، يرقص بانجو تيكا بيكا بيكا. فطوطة بيرقص بانجو؟ اما ده كان زمان، دلوقتي بيرقص ترامادول. حسن والمصحف، يا نهار والمصحف حبيبي والمصحف. انا مصدق نفسي والله، انا مصدق نفسي. فكرني انت بايام الشباب. والله يا خبر ايه والله، اغنيتك العظيمه بقى اللي كانت بتخليني اوف، خليني ببقى نايم بترسح من العياط. غنوتي؟ اه الغنوه اللي بتاعت من اللي قديم الزمان ملوك في امان يا عيني. مش انا مش انا مش انا، ده الاستاذ سمير الاسكندراني. سمير الاسكندراني؟ السنجراني مين؟ اسكندراني. السنجراني امال انت مين؟ أنا سمير برضو، بس لا اسكندراني ولا صبري، أنا سمير غانم. أنا نايم طول الليل والورق في حضني. هو صحيح مشهد واحد في الفيلم، بس مشهد يقش، مشهد ماستر سين. أنت عارف أنا جاي أصلا عشان. لا لا لا، شوف المسائل المادية دي ما تهمنيش. أنت سيك. قيمة الدور. أنت سيك، أنت فنان من الفنانين اللي هو فنان منذوي. الله يخليك. خلاص بقى. ما نعمل مع بعض بروفا. استنى الدور اهو. يا ريت الدور اهو مع انت هتعمل معايا دور عصمت. عصمت؟ لا، ادوار البثوات دي ما انا
ايه يا استاذ سمير؟ اسمع. ايه يا استاذ سمير؟ انزل بس ما تشوشرش. اخلصي يا عصمت يا كلبه. الدنسايه طلعت دنسايه يا استاذ سمير، دي صح؟ راح فين يا استاذ سمير؟ سيبني انا بتعايش مع الدور عشان اطلع حماسي. فرجني بقى على حماسك وطالع. المتزودون عارفه ليه بس المتزودون؟ اخلصي، انا وثقت فيكي واديتك كل اسراري، تطلعي اسراري بره اتضح انك مجرمه ودبل ايجنت. جملتك ها؟ القصاص ها؟ جملتك دلوقتي. اه انت بتعمل معايا كده ليه؟ جملة. انت بتعمل معايا كده ليه يا ذوق الدبابة؟ الفلوس عمت عينيك يا كلبه يا دور. يا تتمير، تتمير انزل. انزل تحت. انزل نام على وشك. انام على ايه؟ على وشك. وشي؟ اه انا باثق فيك. خلاص يا حبيبي، ده تمثيل عشان حماس. ما انا خايف التمثيل يقلب بحماس. ما انت نام على وشك. هنام على وشي خلاص. وتسحف وتمسك رجلي. انت لازم تموتي، لازم تتخنقي. انت سبب المصايب. انت مش بنت، انت مش بنت، انت بنت. الله يا استاذ كمل كمل. بنت مثلا بتروح مني ساعات. بنت اختك؟ بنت اختك؟ بنت اختك ولا بنت؟ ما ينفعش عشان الخط ده. بنت بنت السلطان. اوعي. الله، ايه ده يا استاذ سمير؟ ايه ايه ده؟ ما شاء الله، ده حلو قوي. عجبك؟ اه. ده متن ايه ده؟ ها؟ متن ايه؟ قلت لك يا مجرمه. استاذ سمير استنى التليفون. تليفون. الو. ايوه. دي الشركه بتاعتك. يبقى الشركة بلا بتاع من عماله فايبك من رئيس. الو. انت حر بقى. اهلا اهلا يا حبيبي. لا، الورق زي الفل. الراجل بتاعكم عندي. ده راجل طيب قوي قوي، بيبص في كل حته في الشقه اللي انا. نعم. الفيلم ليه؟ لا 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 والله لا. انا شخصيا كنت اعتذر يعني، بس زي ما تقول محرج شويه. يا سيدي فيلم راح فيلم يجي ولا يهمك. انا تحت امرك. مع السلام. يلا بقى نكمل بروفه بقى يا استاذ سمير. يلا نكمل بروفه بقى اللي هو ادي ايه الفيلم بح. ايه ده خلاص؟ صبرناه كده خلاص؟ هينزل امتى؟ خلاص. طب ليه؟ انا مش عايز فلوس، انا عايز اسمع تسقيف الناس، عايز اشوف نظرات الحب والاعجاب اللي بتتابعني وانا رايح وانا جاي. عارف المشاعر دي عندي اغلى من كنوز الدنيا كلها. انا عايز ارجع اتدفى تاني في قلوب الناس اللي بتحبني زي زمان. ما تقولش كده يا استاذ سمير، ده انت قاعد، ده انت نخورت في قلوبنا. انت جاي مع مين اساسا؟ انا فتح يا استاذ سمير غانم. تفتح صح مين؟ انا فتح جاي عشان خاطر الورق بتاع الراجل اللي مرمي في المستشفى. ورق ايه؟ الورق بتاع القتيل اللي مرمي في المستشفى دوت. قتيل؟ اه. مين؟ يا سعيد. سعيد اللي هيجيب الورق؟ امر يا استاذ. خد صوفيا لورين دي وطلعه بره. ايه ده ايه ده؟ هي كده يا استاذ سمير؟ خلاص؟ خلاص كده حماسك قل خلاص؟ على فكره انت كده بتخسر واحد من جمهورك. عارف لو جمهوري كله بالمنظر ده بناقص مش حماس. يا كومبارس يا ابن خص عليك الله يكسفك. خلاص يا غالي خلاص، دي تاني مكالمه وتطلع في سينك. الموضوع ده شكله كده على بعضه فاكس خالص. اصبر فاكس. اصبر بس، اسمع بس مني انا واسيبي مني. انا خلاص بقى عايز اسيب حاجه، ده قاعد اتنفس، عايز اروح اسيب في بحر. بحر ولا اسيب سفلتور اخر؟ هي سفلتور البحر يا خالي. يا عم خليهم سفلتور البني ادمين، سفلتور البحر. لا يا سيدي ما سفلتوش البحر. اصبر انت بس، خلص امتحاناتي ونقع على المكالمه التمام، نقفش ال 2 مليون ونصيف في احلى حته في مصر. اسكندريه. مبارات. اسماعيليه. عصيان. ايه يا خالي الاحباط ده؟ هنروح فين بقى؟ عايز انت تطولوا عشان نروح. انا اقول يا هادي، احنا من زمان واحنا ما عدناش مع بعض كده قعده خاله وبنته وابنه. مفيش اي غراميات؟ بس بقى يا خالي بقى. يعني ما اغتصبتش واحده من صحابك مثلا؟ مره كده يا ولدي. يا ولدي كده يا ولدي.
طب ما نمت مع واحد صاحبك؟ ايه يا خالد بتقول ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تقوم تعمل مكالمة كده على ما اصور ورقة الدرس واحصلك. خلاص الصبح. لا دلوقتي يا خالد. الصبح والله خلاص. فكر في 200 مليون عشان خاطر. خلاص حاضر. بجد؟ خلاص الصبح. زيرو واحد خلاص خلاص زيرو واحد كده خلاص. بتسأل على الورق؟ اه ايوه 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 الورق موجود. تعالى في اي وقت. مفيش اي وقت. قول لي عنوانك فين واجي لك فورا جزيلا. فرع البنك اللي في مول السعاده. هتسأل على الاستاذ سعيد. أنا كنت طالعه لك عامله لك سندوتش ليا بالمسقعه تستاهل حنكك. تعالى جوه. بس بقى خلاص بقى عشان خاطر الوقت بس يعني ارجع ورا شويه خلاص هاكل ده وانا ماشي خلاص. كل حاضر حاضر خلاص هاكل ده. بالهنا والشفا يا تتحت. ايه هدي انت مالك انت كابس ليه كده؟ الله بالهنا والشفا يا تتحت. امسك الخوف امسك الخوف. دي ليه خروف على بعضها سربتها لك من ورا امي. سربت ليه امك من وراها؟ ايه هادي انت ايه كابس ليه؟ الواد بس واقف ما ينفعش الواد صغير. طب كل حاضر حاجة. قول يا حبيبي قول. حاكل وانا ماشي عشان خاطر افتكر ايه هادي هادي وبعدين الله. قول يا حبيبي. حاضر حاكل بس وانا ماشي عشان خاطر ابقى ايه عايش على الذكرى خلاص. امي بتقول لي ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. عايز ايه يعني زبيب؟ هاتي وشك. انا هضربها يا خالي ضربك كده. ايه هادي؟ انا هضربها ضربه واحده. ايه هادي خلاص يا هادي خلاص هادي. انت بتقولي برجلك يا هادي؟ والله بسقيت برجلي انا. امال ايه اللي بتزقني زي احزاز يا هادي؟ ايه خلاص بس امسي يا تعريخ دي حتى يا ضوع يا ابني انت فين امسي يا وسخ خلاص بلغت. طب افول يا عكسه لا والمصحف والله بص مش هينفع والمصحف عشان خاطر عشان خاطر الواد معايا مش هينفع الواد مش ما بيعوزش على قهاوي خالص. هجيلك مره ثانيه باذن الله. يلا سلام. قمت بقى وانا ورايح وانا جاي الناس بتبقى عايزه تمسك فيا سايب لك حاجه كبيره قوي حب الناس. انا يمكن تسيب المنطقه دي خالص خالص هجيب حب الناس ده منين تاني. في يا خالي وقفت ليه؟ خلاص يا هادي. مالك؟ خلاص. مالك؟ السندوتش اللي عملته لي فل خلاص ليه طمها مبهدله بطني خالص. انا لو سبت الغازات يا هادي اللي في بطني هطير في الفضاء. بص الحمام اهو يا خالي. خش انت الحمام وانا هروح على البنك اسال على استاذ سعيد. ماشي حاضر خلاص. ماشي يا خالي خلاص اسال على استاذ سعيد خلاص. سندوتش سم قاتل اكيد حرام اكيد. الله يخرب بيت ليت امك يا فله.
بين الناس. ايده فوق فوق، طلع الموبايلات، طلع يلا. انت ايه الموبايلات في الشارع؟ انت فين؟ اديله. انا معيش تليفون. خليه. ادي المول كله خلاص بقى في المنص ده، مفيش مخلوق فايت بالمنص. انت في انت في البنك؟ استنى بس قول له انت فين؟ قول له انت فين؟ انت فين يا خالي انت طيب؟ انا ده فين؟ انت فين بالظبط يا خالي؟ انا في الدور الثاني بجوار بحيد الملابس للنينجا. عامل لي مفتح. في واحد في الدور الثاني، خلصوا لي عليه بسرعه. لو انت مش من العصابة اهرب. عصابة؟ يبقى اللي كان بيجري ورايا ده كان هو واحد من العصابة اللي بيجري على القطر. اهرب يا عم. اهرب ايه الافلام دي؟ اهرب ازاي؟ ده الواد هادي ابن اختي جوه في قلب البنك جوه. هما جايين عشان يسرقوا البنك. يسرقوا البنك؟ يا خبر اسود. طب انا هعمل ايه دلوقتي يا صغير؟ الوضع عامل ايه يا حضرة الضابط؟ سيكيورتي السيكيورتي خلاص دلوقتي موجود فتح. مين معايا حضرتك؟ معاك عميد شرطة عصام السكران. سكران؟ يا عم يا مقصد يا ولان، اديني حد جنبك فايق اكلمني. خليك معايا يا تحت. يا سيدي انت خليك انت معايا بس، وقول لي انا اعمل ايه دلوقتي في المشكلة اللي انا مضروب فيها دلوقتي دي؟ احنا بره المول ومش هنقدر نقطعهم حفاظا على ارواح الرهائن اللي عندك. تحت دلوقتي انت الراجل بتاعنا. انت بتقوم بعمل عظيم. مصر بحواليها الطيبة ونيلها الخالد وسمعتها الحلوة قوي اللي بقالها 7000 يا عم خلاص. هي ناقصة كذب وإضراط علينا؟ ما احنا عارفين كل الحكاية وكل شوية يطلعوا يقولوا احنا فرعنا و7000 سنة وانت بتضرطهم لي في قلب السماعة وما شفناش حاجة من الفراعنة دي غير اللعنة بتاعت الفراعنة. الله خلص وقول لي اعمل ايه؟ عايز انقذ نفسي. مفيش خطة يا تحت. مفيش خطة؟ طب اقفل حضرتك الله يسترك. اقفل اقفل يا عم اقفل اقفل اقفل. دي بلد وحيات المصحف الشريف في البلد دي ماشيه ببركه ربنا، مش حد تاني خالص. عاوز اشرب لاتيه. مفيش حد بيبيع لاتيه هنا؟ طبعا يا فندم طبعا. اتفضل.
يا مفزعه ناكره للذات. انت انقذت مصر. انقذت مصر؟ طب قول لي مصر بقى، انا عايز اتنكر. وعايز ايه من مصر؟ انا مش عايز حاجه من مصر، انا عايز اعرف مصر عايزه ايه مني. عايز اعرف مصر عايزه ايه مني. خلاص بقى. تحب توجه رساله للساده المسؤولين؟ انا عايز اقول لسياده الرؤساء ان موضوع قناه بورسعيد لازم ترجع منطقه حره مستقره زي زمان، عشان عايز اجيب ترنجات وكرسي. ومصر، مصر أم الدنيا لازم ترجع زي زمان أيام هدى سلطان. أتوبيس أهو يا خالي. فين؟ يلا يا عم ده يلا. الدنيا زي باريسة، يوم ملك وكتابة، يوم عليك قلابة. وقفونا ثلاثة بثلاثة. يا خالي هادي يا خالي، الله يخليك يا رب. وبيشهروا الهبل ده على اليوتيوب وعاملين عليها أبطال. ده انا بضرب نفسي بالجزمه اني ما عرفتش اتصرف. بص يا دي بقى تعدى، ما تلفزناش بقى، ما خلاص بقى الموضوع خلص يا اخي خالي، وفرحان بيك ومنفخك. يا تنفخ ايه وانا هات يوم لسه؟ خلاص يا حبيبي، انا ده الذوق مع الذوق ووسخ مع الوسخ. بحبك يا خالي. يلا يا هادي يلا يا هادي يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شريف بيه، وصلت له؟ ده كانه فص ملح ودير. انا مش شاغل معايا حريم ولا رجاله، يقلبوا عليه الدنيا. تمام يا شريف بيه. اقفل يا غبي. الو واضح ان معايا اتصال تليفوني، ونقول الو. الو حضرتك معانا في برنامج حبوا بعض. هو انا حضرتك على الهوا؟ حضرتك فعلا على الهوا. طب ما حد كده بقى، انا عندي مشكله صغيره كده بسيطه عايز اقولها. طب مش نتعرف على حضرتك الاول؟ تفتح عبد الحميد حافظ. هي دي الاسامي. قول يا استاذ تفتح. تفتح حضرتك. قول يا استاذ تفتح، ايه مشكلتك؟ بص يا سيدي، دلوقتي من كام فتره وجيزه كده، وانا وقاعد، راحت حصلت مكالمه نت بيني وبين فتاه تدعى اميره. الله، مكالمه نت ايه خلي يكونوا سامعينك؟ وقعدت بقى تصرخ وبتاع واسمها اميره، وقعدت تستنجى بيا. هو ده الحب اللي بندور عليه، من مكالمة تليفون قد يتولد الحب. حب ايه وولاد ايه؟ انت بتكلمني من اوضه النوم؟ ما انا اصل اقول له انت لابس قميص نوم لونه ايه؟ بص حضرتك، انا عايزك ايه، واخد رقم تليفوني دلوقتي حالا وتنصره. تنصره على كل يبقى مصر كلها تبقى عارفه الرقم ده. نورك موبايلك. يا نهار اسود يا نهار اسود. عايز تسيح برقمك لمصر كلها علشان توصل لامين؟ لا يا سيدي، انا عايز اوفر بس كروت الشحن، عشان انا خلاص بقيت في المنص. انا خلاص هحول الخط بتاعي ليميت. قول الرقم يا تتح. يلا اكتب بقى معايا كده، كله حضر ورقه وقلم ومرايه كده في اللذيذ. يلا اكتب 01. خلاص 01 01. اسمع انا 01 عذرة 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 زيرو عذرة. أعزائي المشاهدين، آسف إن دموعي غلبتني. رقم تتح على الشاشة قدامكم هوت، وحاسبكم مع أغنيتي المفضلة تترجى فيا. طيب بكلمك بعدين. ازيك يا أميرة؟ تاخدي موزة؟ حرام عليك، هتموتي كده من قلة الأكل.
أميرة ما شفتيش موبايلي؟ نعم. موبايلي ما شفتيهوش؟ لا. ايه اللي انت عملته ده يا خالي بس؟ بتديهم نمتك على الهوا؟ انت نسيت الناس اللي احنا هربانين منهم؟ ايه هادي؟ ما تقص في الناس. انا خلاص ضميري استريح وعملت اللي عليا خلاص. بقيت مطمن ومتفائم. فسيبني بقى عايز الحالة بقى اللي انا فيها دي بقى خلاص. قابل بقى قابل. مصر كلها تستلمنا دلوقتي. طب بص يا هادي، لو جابر الابرازي او خميس الحديد قول لهم ان انا عندي مسج في الحمام جوه، قول لهم ان انت كمان السفرجي. ايوه خدام سيدي محسن بيه كده. علي صوتك شويه مش سامعك. الو الو، انا مش سامع حاجه يا خالد. الو الو، ايوه انا اللي كلمتك على النت، انت سامعني؟ الو يا ستي، واحنا ناقصين بقى همس وغمز وقله ادب بقى؟ ما خلاص بقى بطلوا بقى شغل الخط الساخن ده خلاص. احنا عندنا سبب مراهق. ممكن بقى نجرب النمره اللي بعديها؟ لا خلاص يا هادي، خلاص كده يا خالد. هم كلهم كام نمره؟ خلاص يا هادي، خلاص بقى انا تعبت كده خلاص. الله اجمد يا خالي، 2 مليون جنيه. صدق 2 مليون من برضك دخل واحد زمانه تلف كده برضك. اسحب الجحس اللي جايبه، اسحب اتفضل. ايوه كده خلاص. اكتب بقى اللي تحت اللي انت عملت عليها الحركه دي، اللي تحتيه على طول اوقات يغلط. ها حاضر يا خالد. خلاص 01 ايه؟ خلاص 01 انا كتبت. حاضر خلاص اكتب 01 بقى. كتبت يا خالي خلاص بقى. انت بتعصب عليا يا هادي؟ خلاص بتعصب عليا؟ مش قلنا خلاص؟ ولا انت خلاص بقى؟ 01 ده انت ليه انا صحيح؟ مين؟ ايه ده اللي انت تعرفه؟ يا خالي النمر ده. ده الو، بقول لحضرتك ايه، انا بتصل والعياذ بالله والله ما احفظنا بخصوص الورق. غني بلاس اسيبه. اتفضل ارتاح. شكرا خالص. تحب تشرب ايه؟ كافيه لاتيه ولا اكسبريسو ولا نسكافيه؟ ولا تحب تاكل شوكولا نوار؟ ولا اقول لك شكلناه حلو قوي؟ ولا خد موزه او تفاحه او خد مكسرات؟ مش عايز حاجه خالص، انا مش عايز حاجه خالص. انا جاي لحضرتك على خاطر الورق. انا هديك الورق. خساره يا ولادي كده برضه يا ولادي. ايه ده؟ اطفيها. انت بتعمل ايه؟ تعال تعال قرب. بص انت بني ادم. انت ايه؟ بني ادم. ودي ايد مش طفايه. دي ايه؟ ايد مش ايه؟ مش طفايه. برافو برافو عليك يا حبيبي، برافو. اما بتفهم بتبقى لطيف قوي. مرتي خالص. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ انت ايه؟ انا بني ادم. انت حيوان. هات المنفضه. حاضر. انت ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا من سجادة. انت سجادة. انا من سجادة. انا بني ادم بقى. لا انت سجادة. السجادة خلاص انا مافي خلاص. انت سجادة خلاص بقى. انت سجادة خلاص بس. خلاص 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 انا مافي. عشان ايه؟ مش قاعد. انا ايه؟ ماشي. عشان ايه؟ مش قاعد. خلاص كده خلاص. طب ما انت تضربي بالمضرب. خلاص انت تضربي بالمضرب ليه واحنا عارفين؟ اقعد بقى يلا اقعد. مين هياكل الحاجات دي كلها؟ اجريك نتنال بقى عشان خاطر يقعد يتسلى فيه. انا مش عايزك تزعل مني ابدا. باردون. خلاص بدون فك مسامحك. طيب انت كنت عايز الورق؟ يا ريت. صحيح الورق انت بتنفذيه نازله فيها ضرب وتهديد. انا هديك الورق. تعال معي.
الظاهر جاي. يا ست يا ست يا ست، انا عايز الورقه في الخراف بقى، انا عايز رملص. مش انت عايز الورقه؟ اه عايز الورقه في الخراف بقى. هل خساره؟ يا خساره يا اولادي، يا خساره على سنين عمري اللي قضيتهم في تربيتكم. في 60 داهيه تعبي وشقايا وحبي وحناني عليكم، في 60 داهيه. لا 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 لا، خلاص طيب، يتقطع لساني قبل ما ادعي عليهم. خلاص خلاص طيب، انا مش عارف انت بتتكلم على ايه، بس خلاص. دول ضنايا حته من قلبي، انا يعز عليا قوي يفضلوا قلقانين مستنيين ان اموت عشان يتمتعوا بالفلوس. انا مش عايزه ابقى عامه في طريقهم، انا شبعت خلاص بالحياه. انا عايزك تقول لهم أمكم بتحبكم أوي، قول لهم قلبي وربي راضي عليهم. اتفضلي يا هاني من الورق. وإذا كان على الورق، الورق اتفضل. اتشرفت أوي بمعرفتك، فرصة سعيدة خالص. ارفعي يا ست. أنت اللي زقيتها. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله استريحت، عاشت وربت وكبرت، وكان عايزين المفطر مسنين. ولادها جم. ماما أمي. ماما أمي. مالك يا ماما؟ إيه اللي حصل يا جماعة؟ عملتوا لها إيه؟ أنت السبب. أنا السبب؟ بس إيه؟ أنت ولادها؟ أيوه إحنا ولادها. أيوه يا عم ولادها. خلاص أنت ولادها. عايز إيه يا عم دلوقتي؟ خلاص راح. الله يرحمها. واللي أنت كنت عايزينه منها خلاص أهي. قد انت كنت نازل اهو، مش هو ده التنازل اللي انت كنت تجري وراها خاطر تموت؟ خلاص يا ماتت، خدوا بقى واتباعوا بقى بالحياه بتاعتهم، وروح هتجيبوا حضن الضنا والام خلاص تاني منين؟ الله يخرب بيت امك انت وهو. الواد ده هو اللي زقاها ابن الكلب الوش ده. هو ده يا ناس مش انا وانت كنت واقف في وشك يا يا خالي. قلت لهم على كل حاجة، على موضوع النمر من الأول وعلى كل حاجة حصلت. بس خلاص يا ده وديك مستخدم. أنا عايز أنام، عايز أنام. النمرة دي معرفش، ابعد ايدك. لا انت عارفه هتقولي ده كده هيخلي الرجاله دول يموتوا من السقف. ابعد ايدك يا شيف. اهدى مش كده، اسكت انت يا شيف، حرام عليك هتموت في ايديك. بقولك يا حرام تعنادي معايا. طب انا هوريكي. ابعد ابعد عني. شيلوها وارموها من السطح. مجنونه وانتحرت في 60 داهية. ايه ده بس انت يا شريف؟ اسكت انت. اخبار اهرام جمهوريه، اقرا البثه. قرارات اقتصاديه تهم السادة الكادحين. اللي رايح مش شايف اللي جاي ليه؟ كله دايس على زور بعضه ليه؟ كل واحد فينا موقف زوره على التاني ليه؟ خلاص كله بقى في المطبخ ولا ايه؟ ايه يا حبيبي؟ ايه ده؟ اركع اركع تتكيتو اركع تتكيتو تتكيتو.
يلا لازم نسيب البلد دلوقتي حالا. نروح فين؟ نروح في اي حته، نروح المحطات دي، اذيق صبرا، اي حته، بس المهم نسيب مصر. طب اهدى بس، انت عارف انت جالك مكالمه على تليفونك دلوقتي؟ ملعون ام ابو التليفونات، خلاص يعني بقى خلاص. انت عارف مين اللي اتكلم؟ مين؟ اميره. اميره مين؟ يا خرابي، اميره يا خالي، وفي كده في حياتنا؟ انت طولت كده ليه يا هزي؟ يا خالي ركز معايا، كنت بكلم اميره بس فجاه الخط قطع، غالبا في حد خوفها فقفلت. حد خوفها فقفلت؟ ايه ده مين دي؟ خلاص ده انت غيري سقام وخلاص. خلاص. ايه يا مضمضيل؟ ايه يا مضمضيل اميرة؟ انا طلع عين امي بقى في المكالمات اللي انا عمال اتكلم فيها دي. انت ايه كاسوسة ولا ايه؟ تاكل الكاسوسة؟ وانا ما بقبلش بالكواسيس. انا مش هكمل مكالمات تاني خلاص. مكالمات ايه اللي بتتكلم عليها؟ مش فاهمة حاجة. رقم التليفون اللي انت مديهولي ناقص نمبر. نمرة ايه اللي ناقصه رقم؟ الرقم اللي اديتهولك ده مش رقم تليفون، ده رقم خزنه في بنك الامان. رقم خزنتك في بنك الامان؟ ايه رقم خزنه في بنك الامان دي؟ ارجوك ركز معايا، بعد يومين هياخدوني البنك. حاول انك تتصرف مع عمي سلطان بالتوكيل اللي انا عامله له. اميره قفلت تاني. طب قالت لي داهيه خلاص. طب قالت لك ايه؟ قالت لي معلومات كتير قوي يا هادي. ايه؟ قالت لي بنك فيه فلوس اللي هم 7 مليون وفي توكيل، وقالت لي بقيس فين إيه؟ بقى التوكيل ده؟ ما هو التوكيل بقى، ما احنا عايزين شغلتنا بقى ان احنا ندور عليه في كل دور. خلاص؟ ندور عليه فين؟ ندور عليه نقلب الساعه تاني. 7 مليون جنيه يا هادي، نصيبنا 2 مليون. هنفتشك يا اوضه حته، هيفك التلفزيون ده، فك التلفزيون. ايه يا خالي ده بس؟ ايه ده يا هادي؟ ايه الورقه دي؟ ده التوكيل يا خالي. ايه ده بس بالسهوله دي؟ لا يا راجل، خبيه وندور عليه تاني. خبيه وندور عليه تاني يا خالي بس. قول خبيه التوكيل. مش ايه يا هادي؟ دلوقتي التوكيل ده باسم عم فكري. احنا لازم التوكيل يبقى باسمك انت عشان نستلم الفلوس. لازم البنت تعمل التوكيل باسمك مش باسمي. فتح، ايه المواعيد دي؟ التوكيل اهو تعبني قوي اول ما خلصته. مسكر خالص. امسك دول. يا جدع تعاني منك. يا جدع امسك دول اصوى. كان كده ماشي. تكريم. تسوق طريقك ايه؟ معاك فل. انت عارفه انك هتحل. صفرة بغير عليكي، بغير عليكي خالص خالص. عايز منك 7 مليون خدمه يا حبيبي. 7 مليون جنيه يا بت؟ جرايا حصوه. انت هتسيب المبلغ ده يطير من ايدينا ولا ايه؟ يطير ده ايه؟ شايفاني ضايق عصافير؟ بحسن. مبروك عليك تتح يا حبيب تبوك. ممكن البطاقة بتاعت حضرتك؟ تشرب مية؟ ايه؟
ألمان. أنا مش فاهم حاجة خالص. عملك اسود لو سمحت يا كابتن، اصل نسيت الموبايل بتاعي الخصوص، نسيت في الخزنه جوه. لهيت بقى، اصل بعد عنك يعني كده يا رب ما تشوفها خالص. لقيت لك ملايين بقى والمظات ودولارات وعلبه صفيح، علبه صفيح لا تقدر بثمن. وخلي بالك كمان في شويه اوراق مهمين جدا يودوك ورا الشمس. تجيب اميره تاخد الورق، ما تجيبش اميره ما خلاص تجيب ثمنها 2 مليون جنيه. انا متمن البنت دي ب 2 مليون جنيه. خلاص خد عندك المكان اللي احنا هنتقابل فيه، المريوثيه امام الاتحاديه موقع الجمل. انت بتهرج يا بني ادم. خد عندك العنوان ده، قابلنا عند العماره المهجوره. هاتها انت. اسمع يا مهند، اذا كنت فاكر نفسك انك نزلت من تركيا عشان خاطر تنصب على مصر، فعايز اقول لك ان مصر مش مستحمله. احنا مخلصين على بعض، كله قايم بالواجب مع الثاني. انت جبت صنطة الفلوس؟ تعالى. لا 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 لا، انت تركي يعني في علاقات قديمه بيننا وبين بعض زمان. امان يا لالي، انما دول صهاينة، وأنا لا أسمح بأن الصهيون يخشوا بيتي، وخصوصا بنياميك حنانيا. بقول لك إيه؟ أنت هتجيب الورق وتخليهم يدفنوك هنا. اسمع يا مهند، اسمع، أنت كده جاي بتزن في قلب بيت. فك. في إيه يا تفتح باشا؟ إيه الدوشة دي؟ الواحد مش عارف يستريح مع جماعته. أقدم لكم المعلم حصرة، جار العبيط واسرته. ايه تفتح باشا الدوشه دي؟ تخيل يا معلم حصوه، تخيل المجرمين اللصوص دول جايين يتهجموا عليا في قلب شقتي وبيتي، وسرقوا كل ما املك في قلب المكان زي ما انت شايف كده، وسابوني على الرمله. ليه؟ لو احنا خرفان؟ رجاله بيك قوي يا تفتح، ما خيبتش ظني فيك، طلعت راجل، راجل بحق وحقيقي. خلاص بقى، ما انا عارف ان انا راجل بحق وحقيقي خلاص. اما انت بقى يا اميره، حركه الالماس دي كانت جامده قوي قوي. خلاص يا سيدي، اهو انت دلوقتي رسمي بقيت مليونير، معاك 2 مليون جنيه. خلاص العيسى ارتاحت، خلاص تفتح جاي خلاص. ما قلتليش يا تفتح هتعمل ايه بالفلوس اللي انت خدتها دي؟ انت عارف ان انا صدق السؤال ده.
ادي العز بدخ اصرف واتدلع اديني وانا ضيع اصرف واتدلع سيبوني عيش مرحلتي وتبايع عليا طفولتي ما كانش عندي سرير ونمت في التحرير ما كانش عندي سرير ونمت في التحرير اوعى تقول لي تروح كل الشباب مجروح اطلع لاخر الشارع ورينا يا عم الصايح احرق كلام سجله قال الدماغ تحيله سبع صنايع ايه والبخت ضايع ايه صنايع ايه والبخت ضايع ايه